نعم، حاليا أحدث بيانات هيئة الطوارئ الأوكرانية الحكومية أكدت بأنه تم إجلاء ما يقارب 2000 من الأشخاص العالقين في الفيضانات التي نتجت عن تضرر سد نوفا كاخوفكا. أيضا أكد البيان بأن إيهار كليمينكو وزير الداخلية ورئيس هيئة الطوارئ سيرهي كروك يتواجدان في خيرسون وأنشأ مركزا لمتابعة هذه التطورات. كان قد أسند رئيس الوزراء الأوكراني دينيس ميهال رئاسة خلية الأزمة لهذه الكارثة التي وصفتها القيادة الأوكرانية كارثة بيئية وإنسانية حلت على الأراضي الأوكرانية. أسند هذه المهام لإيهار كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني. وزير الداخلية أكد بأنه تسربت 15 طنا من الوقود في نهر دنيبرو ومن الصعب استعادة عمل أو بناء سد بناء هذا السد بعد هذا التفجير الضخم. أيضا حاكم العسكري لمدينة أو إقليم خيرسون أكد بأن 600 كيلو متر مربع قد غمرتها المياه في إقليم خيرسون بشكل عام. 62% من هذه الأمتار المربعة هي في الجزء الأيمن من مدينة خيرسون، وهي بالطبع تابعة للقيادة أو تحت سيطرة القوات الأوكرانية. 32% طبعا تابعة تحت سيطرة القوات الروسية، وبالتالي من الصعب إجلاء المواطنين حسب ما ذكره الحاكم العسكري، ومن الصعب إحصاء عدد الضحايا وعدد الناجين من هناك. زيلينسكي طالب ما يتعلق معتصم من هذه التداعيات بمسار الهجوم الأوكراني المضاد والعمليات العسكرية التي تشنها القوات الأوكرانية على جبهات عدة، كيف أثرت هذه التداعيات عليها؟ نعم، أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أكد بأن السبب الرئيسي الذي دفع روسيا لتفجير هذا السد هو الهجوم الأوكراني المضاد الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام وتتحدث عنه الحكومة الأوكرانية. وأكد دانيلوف في نفس الوقت بأن هذا الهجوم لم يبدأ بعد، وأكد بأن عمليات تفجير وتلغيم هذا السد قامت بها القوات الروسية في شهر سبتمبر أو أكتوبر الماضي من أجل إعاقة وإبطاء عملية الهجوم المضاد حسب ما ذكر دانيلوف. دانيلوف أكد بأن هذا أمر نتج عن قيادة أو بأمر قيادي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه لا يمكن أن يصدر عن أي شخص آخر في القيادة الروسية. وأكد بأن عملية الهجوم المضاد ستبدأ، وأن الأنباء غير صحيحة عما إذا كانت هذا الهجوم المضاد قد بدأ فعلا حسب ما صرحت به القيادة أو إحدى القياديين الروسيين بأن الهجوم الأوكراني قد بدأ. دانيلوف أكد بأن عملية الهجوم المضاد ستبدأ في الوقت والموعد المحدد حسب قرار القيادة الأوكرانية فقط.